صباحكم خير عن جديد. كل دور الأزياء العالمية وخاصة بعد جائحة كورونا توجهت بخطوط الموضة والأقمشة والأزياء لحتى يكون الإنسان مرتاح باللي عم يلبسه بغض النظر كيف كان شكله، ولكن مو غلط أبداً نجمع الجمال الخارجي بالملابس مع الراحة. هذا الموضوع أكثر شيء بحقق لنا يا ملابس الرياضة والملابس القطنية، وفي توجه واضح من الشباب والصبايا اليوم لحتى يرتدوا هاي الملابس حتى لما هن رايحين على كافيه أو حتى رايحين بزيارات غير رسمية لعن بعضهم. تماماً يا ورد، يعني حتى صار أنه اللباس الرسمي هو ضمن نطاق العمل، ولكن بالطلعات اللي هي ما لها علاقة بالشغل عم تكون الثياب الرياضة اللي لازم تكون مريحة. ومع هذا الاعتماد الكبير أكيد رح يصير في تطويرات وتطورات وإضافات على الستايل الرياضي وطريقة تنسيقه ليناسب الموضة. فشو هي هاي الطرق؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل كاملة مع ضيفتنا بالاستديو مصممة الأزياء نور رجب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لك، أهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا أنه حلو نلبس بيجاما نطلع نحن مرتاحين أو نلبس أوتفيت رياضي، ولكن كمان ننتبه لكثير قصص تتعلق بعالم الموضة. إذا أنا بدي اختار بالبداية بيجاما رياضة، شو المعايير الأساسية؟ هلا اول شيء انه البيجاما الرياضه لازم تكون هلا شوي خلينا نقول واسعه شوي، يعني هذا الشيء تبع انه القديمه والهيكل ضبع الجسم صار كثير اولد فاشن. بالاضافه لا صار في الالوان مثل ما حكينا فقرات قبل انه هلا الوان الصيف كملت على الشتاء، فبالاضافه كمان انه مثلا يكون في تناسق بين البنطلون او الكنزه، فهذا الشيء كمان كان قديم وهلا صار انه عم ينلبس بنطلون رياضه وكنزه، يعني كمان رياضه بس غير نقشه غير لون، يعني عم يكون في هيك اريحيه اكثر خلينا نقول بالاختيار يعني. طيب عم نشوف كثير من مصممي الازياء وخلينا نقول كمان البراندات العالميه اللي عم تتوجه لحتى تختار تصميم للباس رسمي ولكن بيشبه ثياب رياضه، بيشبه ثياب النوم. يعني عم نشوف مثلا يعني اللي ممكن الست اللي تاخذها هي مثل بيجاما ساتان اللي هي ازرار، ويعني شكل بيجامه النوم عم نشوفها، لا هي براند عالميه هي عم تلبس بمحلات خلينا نقول سهرة بالشغل. ليش عم يتوجه هدول الأزياء لهذا النطاق اللي هو بيشبه رياضة أو بيشبه الأشياء المريحة للشباب وحتى الصبايا؟ تمام، هلا مثل ما قال ورد أول شيء إنه كورونا العلاقة كان إنه حتى بنشوف صرنا فساتين ساتان بتلاقي تحتهم في كنزة وهيك عم يلبس إنه شيء كتير شيء من الشرق وشيء من الغرب، فهذا الشيء سبب إنه يطلعوا انه بالرانوي فاشن انه يطالعوا هدول الميكسات بين بعض. يعني هلا عندنا هون شوي لسه كثير بكير، ما كثير نحن شفنا كثير من المشاهير لابسينها، يعني ممكن نحن كاشخاص ننتقد ولكن عم نشوفهم ببرامج طالعين على التلفزيون وعم يلبسوا معهم سكربينات وعم نشوف الهيلز معهم، يعني شيء ما بنتوقع انه فعلا نحن نوصل لهذا المكان. بس صراحه هو كثير هلا يعني هو حلو مريح، انت ممكن ما تتخيلي، بس مثل ما هلا رح نرجع نفوت نحكي بفقره ثانيه او نقطة تانية. بفكرة تانية تماماً أنه مثلاً تلبسي بيجامة رياضة مع بليزر أو مع ترانش كوت تماماً. فهذا الشيء يعني أنا صرت أحس أنه بس أول شيء بنستغرب، بعدين أنه بصير عادي، بصير كتير عادي. ناكلنا كم انتقاد كم تعليق كم كلمة بعدين بصير عادي بتشوفي لابس، يعني هذا الحد اللي عم ينتقدك بتلاقيه تاني يوم أو بعد أسبوع لابس مثلك يعني. بس لا يعني صراحة هلأ كمان لأنه عم نطلع من الصبح للمساء على شغلنا، فبتلاقي بدي اختار شيء مريح يعني مع شيء شوي انه ممكن انه رسمي، ففينا نعمل هذا الكاجوال لوك مثل ما بنقول له او السبورت شيك نوعا ما. يعني على فكره على الريد كاربت شفنا كثير مشاهير لابسين شيء ما بدي اقول رياضه ولكن بدي اقول قماش بتتوقعه للبيت وليس قماش لشغلات فورمال. حتى وائل كفوري لبس هيك شيء من حفله وعرضناها بصباح الخير، حتى تامر حسني، حتى كثير من المشاهير لبسوها. واذا بتتذكري نور من فتره كان في سنه يلبسوا فورمال سوت او بلاك تاي مع سنيكرز مع بوت رياضه ابيض، ولساتها مستمره ودارجه. فهذا الموضوع يمكن يكون مستهجن بالبدايه ولكن بينقبل لاحقا. خلينا نرجع للبيجامات، مو شرط تكون رياضه، اي بيجامه ثانيه. اذا بدي انا نسقها كرجل شو الاخطاء اللي ممكن اوقع فيها؟ هلا
لا صراحة الترند أو خليني أقول هي مالها ترند، ما بعرف من وين جايبينها، البنطلون السكيني يعني للشاب هذا اللي كتير إنه البنطلون الرياضة السكيني، فإنه والشورت السكيني والميني شورت السكيني عم نشوفهم بالنوادي تماما. فأنا أكيد مع أنا الفاشن والترندات ونواكب وهيك، بس في شغلات هيك بتحسها مثل إنه مو لابقى لشوف. لا 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 أبدا يعني. هلا هي من الأغلاط مثلا، من الأشياء لا اللي فيه هو يلبسها مثل الهودي مع البنطلون حتى الرسمي، يعني عم يلبس مثلا هودي مع بنطلون رسمي وترانش كوت، يعني في هدول الميكسات بيقدر يعملون، او مثلا هودي مع جاكيت جلد. الهودي طبعا السويتش اللي يعني الى طاقيه تماما وجيب، ففي يلبس مع جاكيت جلد مع جاكيت رسميه وبوت رياضه يعني هون بقى، او جينز مثلا يعني هي التنسيقات مع نقشه مع هيك. صح، هوديز مع جينز بتحسيها مقبوله، ايه بس مع شيء رسمي لا نوعا ما. بس مثل ما قلتي عم يلبسوها، رح ننتقل لبيجامات الرياضه يلي نحن تعودنا انه بيجامه رياضه لنادي رياضه لحتى صح. العب رياضه لحتى البس بوت رياضه معه، هل فعلا لازم نضل ملتزمين بهي القواعد ولا لا؟ فينا نتحرر منها شوي؟ لا هلا كستات وصبايا تمام فينا نتحرر منها شوي. ليش؟ لانه هلا في نوعين، السبورت وير غير الاكتيف وير، هذا الشيء كمان لازم هيك نستوعبه. خلينا نفرق بيناتهم تماما. الاكتيف وير هو اللبس الرياضه اللي انا بلعب فيه رياضة. اما السبورت وير هو اللبس اللي انا بقدر تماما يلي الكاجوال خليني اقول يلي بقدر نسقه مع شغلات يعني تانية. مع بوت رياضه تماما، مع جزمه اذا فينا نقول، مع جزمه هاي يعني مع البوتس تماما يعني مع البوتس مع هاد فينا نسميه سبورت وير. اما تبع الرياضه فينا جوا الجيم بس مثلا نلبسه، اما غير شيء لا خلاص فينا نلبسه يعني بالشارع. صار موضوع طبعا. انه بجامات الرياضه خلينا نقول سبورت وير مو الاكتيف وير صارت تلبس بالشارع يعني تمام. حتى ما نكون كثير منعزلين عن الواقع، الواقع المادي بسوريا كثير صعب اليوم صح. فلذلك نحن انه عن شو عم يحكوا هون، نحن اذا بدنا نبدل قطعه شتويه يمكن بدنا قرض من البنك لحتى نشتري بليزر اليوم، وهذا واقع. نحن عم نحكي عن شغله ممكن اذا حبينا نقتنيها حتى ما نتورط ونقتنيها وما تكون على ذوقنا، فممكن ناخذ ثقافه بعالم الموضه تفيدنا اذا قدرنا. شغله ثانيه، النزلة على النادي بتكلف اليوم صح ولا لا؟ يعني إذا أنا بدي أجيب البوت وبدي أجيب البيجاما وبدي واكب إنه كل يومين لازم غير الشنطة والشنطة والإكسسوارات وهدول الآيبادز تبع السماعات اللي لازم يكونوا مع السمارت ووتش مع هدول القصص، يعني صايرة النوادي مزعجة اليوم. رانوي رانوي فاشن يلا بلكي بينطلق النصيب أنا اليوم نازلة ألعب رياضة. على كل حال كيف بدي يكون اقتصادي وبنفس الوقت على الموضة إذا بتعطيني الماست هاف بشغلات ممكن أنا أجيبها بس للنادي؟ تمام. هلأ البيجامات القطن يلي عم تجي إلى سوارة من تحت مثلا، هي فيك تلبسها للنادي ولبر النادي يعني الاثنين شغالين، لبستها مع جاكيت هودي كنزة هودي عادية أنت فيك تلعب فيها بالنادي، مو شرط تكون هي تبع الترندي يعني خلص لون رمادي تبع شو أوف يعني تماما لون رمادي مع أي لون حيلبق عندك يعني حلو. ففيك تجيبها رمادي بتضل عندك سنتين ثلاثة وبتصير بتبدل قطع يعني بتبدل توبات تماما تبدل توبات يعني، وهي بالنسبة للنادي. إذا بدك تلبسها على غير شيء كمان شغالة مع بوتس مثلا مع سنيكرز جاكيت جلد كمان هي راحت لسنة اقتصد من هيك ما عاد اكثر هيك اكثر هيك اقتصادا تماما يعني فعلا مثل ما قلتي يعني مثل بيقولوا هدول الشغلات الخاصه يلي ممكن موجوده بخزانه كل صبيه او حتى شاب لحتى نكون نفس الوقت اذا حابين ننزل على الجيم او حتى نحن عنا ثياب للرياضه هن موجودين ولكن ضمن المعقول. تمام. بالختام نتشكر كثير لوجودك معنا والمعلومات يلي قدمتيها. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك يا نور. وعلى فكره في حلول ذكيه، يعني انا من الشغلات اللي بحبها الشواطات او الشو ليس تبع البوت بتغير تماما بتغيرها، بتجيب مثلا بوت ابيض بتغير كل يومين شيء على ازرق شيء على كحلي شيء على شغلات حسب ثانية. شو اللي لابسينه هاي الحيل الذكيه.